وبركاته. اهلا بيكم من جديد مع هيثم الصين. دلوقتي برضو ما زلنا في احد المعارض الصينيه المتخصصه، ما بيجيش فيها اجانب، صينيين فقط، والعبد لله اللي موجود فيها دلوقتي بحكم تواجدي واقامتي بالصين. المعرض ده معرض متخصص في الديجيتال برينتنج وكل ما هو متخصص في الطباعه زي ما قلنا. المكنه قدامنا دي مكنه صغيره بس بنت لذينه، ليه بقى؟ برضو مشروع رائع للناس اللي شغاله فيه بصفه عامه، شغاله في الملابس واي بصفه عامه. طيب دي بتطبع على عارفين التيكت بتاع الملابس اللي بتلاقيه ورا في القميص، ظهر القميص او ظهر التيشيرت، ده اللي بيطبع عليه الطباعه، او بصفه عامه شرايط بصفه عامه طباعه على الالوان كلها، او على الريبون، طباعه الريبون. الريبون اللي هو بتاع الاي دي اللي انا لابسه ده، اللي شايفين الطباعه دي اللي مكتوب عليه اسم المعرض ومعرفش ايه والكلام ده كله. زي ما انتم شايفين كده المكنه شغاله، هم الناس مشغلين المكنه مخصوص لينا بصراحه. المكنه قويه جدا. رينج طبعا الناس هتسالني على سعرها، سعر المكنه تقريبا تقريبا بتتراوح ما بين 10,000 دولار تزيد او تقل على حسب قوه المكنه والطاقه الانتاجيه بتاعتها والجوده بتاعت المكنه. المكنه سهله، مشروع جميل جدا، ممكن حد يعمله في البيت عادي جدا. ممكن بصفه عامه لو انت شغال في التسويق تعرف تصور شغلك كويس قوي مع المصانع بتاعت الملابس، مع الحاجات الناس بتوع العتبه اللي بيطبعوا الاي ديات وشيلوا الاي ديات، انت هتطبع الاي دي وتديه تصوره وتبيعه. افكار جميله يا جماعه وافكار سهله جدا وحاجات انا بجيب لكم والله من خامات الحاجه النظيفه. وبالمناسبه انا مش ببيع لك مكنه بس، لا، احنا عندنا قسم دعم فني متكامل بقياده الباشمهندس هاني، وهو موجود معانا في الشركه هنا في الصين وموجود في مصر، بيسافر لاي دوله عربيه ممكن هو يعمل لك انستليشن للمكنه ويشغلها لك ويدربك عليها ويقول لك المدى بتاعها تعملها ازاي، ويعمل معاه نوقع معاك عقد صيانه وقطع البي ار احنا ملزمين بيها بتوفيرها في اي وقت كان. اذا انت بتشتري باسعار الصين كانك مستورد بالظبط، وفي نفس الوقت بتاخد نفس الميزات اللي بياخدها اللي شاري من التوكيل بضعفين السعر اللي انت شاري بيه، اللي هو من الصيانه وقطع الغيار والضمان والكلام ده كله. دي كلها حاجه موجوده، يا رب دايما تنفعكم، يا رب دايما الحاجات اللي بقدمها لكم ان شاء الله، خاصه للشباب ورواد الاعمال، بدايات موفقه للجميع ان شاء الله. نشوفكم في حلقه جديده، تواصلوا معايا على ارقام الواتساب وارقام الايميلات اللي موجوده على قناتي على اليوتيوب وعلى الفيديوهات هيثم في الصين وهيثم من تشاينا. على قناتي على اليوتيوب هتلاقي ان اكثر من 600 فيديو بيتكلموا عن كل ما متعلق بالاستيراد بصفه عامه من الصين والتصدير للصين ايضا. اشوفكم في حلقه جديده والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.